التاكسي الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة ومحطات مترو جديدة تبدأ اليوم تشغيلها التجريبي. وياسمين نوح قائد منتخب وفريق نادي الزمالك للكرة الطائرة في ضيافة الخراسة بعد فوزها بكأس الأمم الأفريقية. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من الخلاصه، وزي ما تعودنا اهم الاخبار على الساحه المحليه وابرز العناوين في الصحافه العالميه وايضا قصصنا الانسانيه وابرز الترندات والقضايا. والبدايه النهارده هتكون معانا من خبر مهم من طبعا العاصمه الاداريه الجديده. والنهارده كان التشغيل التجريبي للسيارات الكهربائيه أو التاكسي الكهربائي، وده لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا السيارات الجديدة دي مزودة بنظام مراقبة من الداخل، وبحيث يتم كمان تزويدها بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، نظام الجي بي اس، وأجهزة كمان اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية. تفاصيل أكتر هنعرفها من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. طيب هيكون معانا حالا، لكن خلينا نشوف مع حضراتكم ازاي بنطلب التاكسي الكهربائي عن طريق الابلكيشن في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المهم كمان خطوة زي دي تكون في عاصمة مصر الإدارية، لأنه طبعا التاكسي الكهربائي صديق للبيئة، مفيش عوادم، وبالتالي هي إضافة للوجهة الحضرية لمصر وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة. وده ضمن طبعا خطة الدولة كمرحلة أولى للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية. ولأول مرة هيكون عندنا مدينة متكاملة بيشتغل فيها نظام التاكسي الكهربائي. بينضم إلينا دلوقتي المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية. أهلا بك يا فندم، منور. أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا حسين. بنبارك لحضرتك طبعا، خطوة جديدة وامتداد لوجه حضاري مميز للعاصمة الإدارية الجديدة. لو حضرتك ممكن تدينا معلومات أكتر عن خطتكم بالنسبة للتاكسي الكهربائي ووسائل النقل عامة الحديثة في العاصمة الإدارية الجديدة، هل هتكون برضو بنظام السيارات الكهربائية؟ طبعا احنا من أول يوم زي ما حضرتك عارفين العاصمة الإدارية قيمة عادات حتى السيارة أنها تبقى مدينة خضراء، مدينة مستدامة وذكية. طبعا في بند الاستدامه حضرتك احنا بنحاول نستفيد بكل المصادر الموجوده عندنا. فمن اول يوم كنا حاطين خطه ان المواصلات الداخليه في العاصمه الاداريه كلها تبقى مواصلات خضراء. يعني كنا اطلقنا قبل كده اتوبيسات العاصمه هي بتعمل كلها بالكهرباء او بالغاز الطبيعي. الجزء الثاني طبعا النهارده الحمد لله اطلقنا التاكسي العاصمه، دي كلها سيارات بالكهرباء، لان كل المواصلات الداخليه ان شاء الله في العاصمه الاداريه هتبقى بنفس الحكايه، كلها كهرباء او غاز طبيعي. يعني تقريبا نقدر نقول الخدمة دي هتغطي كل العاصمة الإدارية الجديدة، وهل أي حد هيستطيع أن هو يطلب التاكسي الكهربائي الجديد؟ طبعا حضرتك الخدمة دي احنا عاملينها في مرحلة، يعني هتغطي العاصمة كلها الإدارية إن شاء الله. واحنا أطلقنا النهاردة حضرتك اللي هو الأبلكيشن اللي ممكن الناس تطلب بيه التاكسي، أو في رقم مختصر الناس برضو ممكن تطلب من خلاله التاكسي، او في المواقف. احنا بقى في مواقف عشان الشحن والحاجات دي كلها، هيبقى في مواقف لو في اي حد موجود قريب من بتاع من الشواحن او من اماكن اصدار السيارات التاكسي يقدر ياخد، يعني ياخد عربيات منها. وهل دي كما فهمنا يعني ان هي هتبقى خطوه اولى، لكن هيبقى في بصات كمان بعد كده بالكهرباء لنقل الموظفين او للتنقل في محطات في العاصمه الاداريه؟ يعني هكذا قرأنا، لو حضرتك برضو ممكن تاكد لنا المعلومات او تعدلها. لا طبعا هي الباصات شغاله حضرتك، احنا بقالنا فوق السنه دلوقتي شغاله باصات، عندنا 50 اتوبيس حضرتك في العاصمه الاداريه كلها، زي ما بقول لحضرتك بيشتغلوا تقريبا 24 ساعه معدلات، كلها عربيات يا غاز يا عربيات كهرباء. فيعني دي كلها بقى سنه، يمكن في حتى في السنه اللي فاتت احنا نقلنا ما يقرب من فوق المليون ونص راكب على مدار السنه، وده رقم طبعا كبير يبين حجم بقى التواجد في العاصمه وحجم الناس انها بقت تنتقل والموظفين
بيستخدموا المواصلات الداخليه للعاصمه. وده ممكن اي حد ياخد التاكسي يطلع بيه بره العاصمه ويرجع تاني يعني. طبعا احنا قلنا الفتره التجريبيه القريبه بس عشان احنا طبعا مرحله تجريبيه لمده شهر هيبقى كله داخل العاصمه، ولكن بعد كده هيبقى كله هنقدر نتوسع ونخش يعني في اماكن اخرى غير العاصمه. حلو جدا. وانا شايف انه في كمان انظمه امان حديثه جدا، وفي كاميرات مثبته جنب السواقين، وحضرتك عارف طبعا في طلبات متزايده في مصر انه يكون في اجراءات حمايه في وسائل التنقل، يعني اكيد حضرتك سمعت اللي بيحصل يعني. طبعا احنا طبعا حطينا كل وسائل الامان المطلوبه، حطينا كل الاجراءات الممكنه، الكاميرات موجوده حضرتك طبعا دي متشافه على مركز التحكم بالكامل، وبالتالي بنقدر نشوف شكل اداره المركبه كلها بالكامل والسواق وسلوك السواق او الراكب او اي حد، بحيث ان التحكم على طول يقدر يشوف الحكايه. طيب باشمهندس، يعني برضو عايزين نستفيد من وجود حضرتك معانا، ايه الخطوه الجديده القادمه بالنسبه للعاصمه الاداريه الجديده؟ طبعا احنا شفنا يعني اكتر من نقله نوعيه حصلت في الفتره اللي فاتت، ومكاسب كمان سمعنا انه شركه العاصمه الاداريه حققتها، فلو ممكن تقولي ايه الخطوه القادمه بالنسبه للعاصمه الاداريه، وكمان حجم المكاسب لو ده ممكن. طبعا احنا اهم حاجه طبعا الفتره اللي جايه طبعا هتبقى اهم حاجه، هيبقى برضو هنبتدي مرحله المودريل، مرحله تجريبيه، وبالتالي هتبقى يعني دي هيبقى تقريبا في شهر 7 أو 8، ودي هنستفيد بيها منظومه المواصلات الداخليه في العاصمه الاداريه كلها طبعا، بنشيل مواصلات خضراء والحاجات دي كلها. بالنسبه لمكاسب شركه العاصمه، سمعنا انتم حققتوا مكاسب كبيره الفتره اللي فاتت. الحمد لله يعني احنا قلنا المؤشرات بتاعتنا، وان شاء الله قريبا هيبقى الجمعيه العموميه، احنا ان شاء الله يعني هنقرب من 27 مليار ونص او 28 مليار ان شاء الله، احنا في المراجعات النهائيه مع المراجعين الماليين، وبالتالي احنا نبتدي نتحرك بعديها على طول، هنعلن يعني الجمعيه العموميه وهنعلن الرقم الرسمي. ده رقم كبير طبعا. انا بشكر حضرتك طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وبيقول لي إنه شركة العاصمة الإدارية حققت مكاسب تفوق 27 مليار خلال الفترة الماضية، وده رقم كبير، وبيقول لي كمان إنه في الفترة القادمة هيكون في التشغيل التجريبي كمان للمونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة. إذن الخلاصة، التاكسي الكهربائي ومزيد من المواصلات صديقة للبيئة هتدخل في العاصمة الإدارية في الفترة القادمة، عشان تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة خضراء بالكامل. النهاردة كمان انطلقت الساعة 5 صباحا أولى رحلات التشغيل التجريبي بطبعا خط المترو الثالث في جزءه الثالث، وده ممتد من محطة التوفيقية وحتى جامعة القاهرة، مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور. الخط الثالث ده هيخدم عشرات الآلاف من المواطنين اللي بيتواجدوا بشكل مستمر في المناطق دي، وحضراتكم عارفين المناطق دي كلها مناطق عليها حركة كبيرة ومناطق أصلا كثيفة بالسكان، وفيها طبعا أماكن مهمة جدا، وفيها مصالح حكومية، وفيها الجامعة زي محطة البحوث وقريب منها، وبالتالي حجم الترافيك أو حجم اللي هيستفيدوا من الخط ده هيكون طبعا كبير جدا جدا جدا. ومبروك لمصر امتداد اكبر لشبكات المترو عشان تخدم كل انحاء القاهرة الكبرى. تعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. الحمد لله احنا النهارده بالتشغيل التجريبي للجمهور، الخط الثالث دلوقتي الحمد لله انتهى تماما العمل بيه كده، بدأنا نربط شرق القاهرة الكبرى وغربها. الخط المحطات هنا عندنا في المرحلة 3C، بدأت من محطة التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول العربية اللي احنا فيها، وبعد كده بولاق وجامعة القاهرة. هو الخط بيربط كده مع الخطوط السابقة، الخط الأول والثاني هنربط مع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة ومحطة العتبة، ومع الخط الأول في محطة جمال عبد الناصر، هنربط برضو مع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور،
وهيتكامل مع المونوريل في محطات اللي هو داخل اكتوبر، هيتكامل معاها في محطة وادي النيل، والمونوريل اللي هيبقى مكمل للعاصمة الإدارية إن شاء الله هيبقى في محطة الاستاد. لا، العربيات جاية من جامعة القاهرة فيها ناس، وأعتقد إنه المحطات بتخدم مناطق فيها كثافة سكانية عالية. احنا هنا في جامعة الدول العربية منطقة بنوك ومنطقة شركات ومنطقة ذات كثافة عالية جدا طبعا، وجامعة القاهرة برضو طلبة والكثافة السكانية هناك وبلاقي الدكرور، وفي معظم المحطات الحمد لله لا في اقبال الحمد لله شايفين. هي افضل بكتير بالنسبة لمواصلات الدقي ومهندسين، افضل بالنسبة للخط الثالث مثلا مشوار من عدلي منصور لهنا هيبقى افضل كتير، خصوصا جامعة القاهرة مثلا والطلبة والكلام ده تبقى انسب كتير لهم في الحركة، تخف الزحمة فوق شوية. هي سهلت اكتر بكتير، اللي هو كان مواصلاتي ساعة بقت تلت ساعة مثلا حاجة زي كده، هي يعني اللي هو دلوقتي بقت احسن بكتير. سهلت عليها كتير بصراحة، كنت بروح الجامعة عن طريق مواصلات، لكن دي وفرت علينا وقت ووفرت برضو علينا مصاريف كتير. هي اكيد سهلت للجامعة عشان خدناها وان واي بدل ما ننزل نحول، بس وهي نظيفة قوي وفيها كل اي حاجة يعني بتريحنا. طبعا اكيد هي طفوة انشائية، وطبعا سهلت المواصلات كتير علينا جدا، ونضيف جدا وكل حاجة حلوة فيها كويسة. وانا اول مرة اركبه دلوقتي، بس ما شاء الله انا عندي تفاؤل جامد للمستقبل الايام الجديدة، ان الخير هيبقى جامد يعني بامر الله. انا كنت عشان اركب من اروح ده جامعة الدول لازم اركب من ميدان الشرباجي، اركب كذا مواصلة عشان اوصل لمصطفى محمود دلوقتي، سهلت علينا الدنيا جدا. المترو ده حاجة تانية جميلة جدا، يعني يوفر المواصلات كتير، الواحد كان بيروح يركب مواصلات من التوبيسات ومش عارف ايه كان يروح باربع ساعات، لكن مشوار دلوقتي اللهم صل على النبي ما كملش ساعة الا ربع، يعني من بلاد دكرور لعدل منصور ساعة الا ربع ثواني. بالتأكيد المشاهد دي وآراء المواطنين شيء يخلينا مبسوطين وسعداء، ولو تابعتوا كمان الصور حوالين محطات المترو الجديدة زي مثلا وادي النيل هتلاقوا ان كمان شكل المنطقة اتغير، وبالفعل الكثافة بدأت تقل في الحركة حتى في الشارع، خاصة ان دي مناطق عليها مناطق تجارية، مناطق فيها مصالح فيها شركات، وبالتالي بيعدي عليها يوميا عشرات الآلاف من المواطنين. فخلونا نبارك لنفسنا النهاردة، دي خطوة مهمة جدا والخلاصة خطوة جديدة بتعزز من وجه مصر الحضاري وبتساهم في القضاء على الازدحام في قلب القاهرة. نروح محركه بقى لموضوع عالمي وموضوع مهم، وانا بحب المواضيع دي لان بيبقى فيها فرصة ان احنا نتأمل ونشوف الجديد في العلم رايح فين. القصة متعلقة بزراعة الأعضاء، هتقولوا لي يا لهوي تاني زراعة الأعضاء، هقول لكم لا دي قصة مختلفة، بالعكس هي قصة فيها أمل، لكن هقول لكم إيه اللي حصل. طبعا احنا تابعنا من تقريبا حوالي شهر ونص شهرين كانت في قصة متصدرة كل وسائل الإعلام العالمية وكل مواقع تقريبا اتكلمت عنها، كنا بنتكلم عن إيه؟ زراعة كلية خنزير معدلة وراثيا لمواطن اسمه ريتشارد سليمان، فين؟ في أمريكا. للأسف هو توفى بعد 7 أسابيع من خضوعه للجراحة، طبعا كانت حالته متأخرة جدا جدا جدا. والحقيقة رغم يعني أنه ده أعطاه في العمر، يعني خلينا أقول لكم مثلا أنه عيلته ما زعلتش، بالعكس قالوا أنه الأطباء ادولهم 70 يوم إضافية، وكانت 70 يوم مهمة جدا جدا بالنسبة لهم لقضاء وقت أطول مع ريتشارد اللي كانت حالته تقريبا ميؤوس منها. طبعا هو الخبر نهايته كانت حزينة لأنه ده كان مدي أمل لملايين الناس في الدنيا. والسؤال الأبرز والأهم واللي هنحاول نجاوب عليه بعد التقرير أنه هل بوفاته بيقفل الباب علميا أمام مزيد من الخطوات في نقل وزراعة الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، ولا ما زال الأمل منعقد؟ خلونا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم.
بشكر زملائي طبعا على التقرير والخلفيات اللي فيه، بالتأكيد هتفتح لنا أفكار أكتر. ولغاية دلوقتي الأطباء والعلماء مش قادرين يجزموا إذا كانت الوفاة، أو بيقولوا إنه ما فيش إشارة واضحة بنسبة 100% إنه الوفاة كانت نتيجة زراعة الكلى اللي تمت ليه من خنزير، لأنه هو أصلا حالته كانت متدهورة جدا جدا جدا، وزي ما شفت في التقرير كان أوريدي عمل عملية زراعة كلى قبل كده وما نجحتش. فخلونا نروح نشوف العلم بيقول ايه، خاصة في المستقبل المتعلق بزراعة الأعضاء. خلونا نستقبل مع حضراتكم الدكتور بدير علي الدين الباز، أستاذ جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى بجامعة المنصورة، والرئيس السابق لفريق زراعة الكلى بجامعة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. أهلا عليكم السلام، أهلا وسهلا بيك. أهلا يا دكتور منور، أهلا بحضرتك. يعني اكيد حضرتك سمعت طبعا عن الخبر، لانه وسائل الاعلام العالميه كلها كانت مهتمه بالموضوع ده وناس كتير تابعته، وهو فكره زراعه كلى منقوله من الخنزير للمريض اللي توفى بعد 7 أسابيع من زراعه الكلى دي، اسمه ريتشارد في الولايات المتحده الامريكيه. انا عايز اعرف ايه راي حضرتك في الموضوع ده، خاصه انه الاطباء بيقولوا انه مش ما يقدروش يقولوا انه الوفاة كانت حادثة بسبب عملية الزراعة، لانه اصلا كانت حالته شبه ميؤوس منها، وكمان العيلة كانت مبسوطة انه ده ادالهم شهرين اضافيين. تمام. هو الاول بداية بنفرق بين اللي هو العلوم او العلم والابحاث القابلة للتطبيق والابحاث غير قابلة للتطبيق، ده بداية. يعني من ضمن الابحاث اللي هي غير قابله للتطبيق على البشر هم الاصحاء، هو ده زراعه الكلى من حيوانات او ما الى ذلك، سواء هو من الخنزير او من القرد اللي هو الاقرب الى الانسان او ما الى ذلك. معلش يا سيدي لو تعلي صوتك شويه. علي صوتي، معلش انا اسف. يعني انا ممكن يعني كده انت سامعني كويس؟ اتفضل. هكلمك من السبيكر بقى. اتفضل. فهو لابد ان احنا نفرق بين اللي هي العلوم والابحاث اللي هي قابله للتطبيق على البشر الاصحاء، وبين الابحاث اللي هي بتطبق على المرضى اللي هم ما قبل الوفاه معايا. وكذلك الابحاث غير قابله للتطبيق اصلا من اصل. ضمن الابحاث اللي غير قابله للتطبيق حتى هذه اللحظه وقد يكون لعقود من الزمن قادمه، اللي هو نقل الكلية من حيوان إلى إنسان. معايا؟ دي حضرتك بتقول غير قابلة للتطبيق؟ غير قابلة للتطبيق، ما هي عشان تكون قابلة للتطبيق يبقى إيه؟ إن أنا لازم أنقلها من اللي هو الحيوان ده المعدل وراثيًا أيًا كان نوعه، وأنقلها إلى إنسان مصاب بالفشل الكلوي، وهو عنده فرصة للحياة مثلًا إذا عولج من هذا الفشل، فرصة للحياة لسنوات قادمة. تمام كده؟ هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. لم يحدث. ليه ما حصلش معايا؟ لأن فيه حاجات قبل، يعني فيه حلول أخرى قابلة للتطبيق على البشر، الناس سابتها وراحت للحل اللي هو الإكسنتريك ده، اللي هو الحل اللي هو يعتبر كأنه يعني إكسنتريك باللغة العربية، يعني إكستريم شوية أو حل متطرف شوية أو حل صعب قوي. حل متطرف أو طب ليه هو حل متطرف؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل جنس من الأجناس، يعني غير يعني البشر مثلا مختلفين على الحيوانات في المادة الوراثية بتاعتهم، صح؟ معايا؟ أيوه. كل نوع من الحيوانات وكل نوع من البشر بيبقى ليه تركيبة جينية وراثية معينة، معايا؟ إذا تم تعديل هذه الصفة الوراثية أو هذه الجينات الوراثية لا نعلم إيه الناتج اللي هينتج منه. طيب اللي تم ايه في الخنزير؟ تم تعديله تعديل وراثي معايا، بحيث ان احنا نقفل او نثبط الجين اللي هو اسمه الفا جال جين، اللي هو بيكون الجلايكان ده، والجلايكان ده هو السبب الرئيسي للرفض اي يعني لو هذه الكلية وضعت في البشر او وضعت في سبيشيز اخرى، نوعية اخرى من الحيوانات، هتترفض بسبب وجود هذا الجين. تمام كده؟ الجين اللي هو عبارة عن حاجة
يعني وراثيه بتحد الوراثه. مفهوم طبعا. فهم عدلوا الخنزير وراثيا، عدلوها، قاموا جايبين الغده السيموسيه اللي موجوده في الرقبه واسفل الصدر وحطوها لزقوها في الكليه بتاعه الخنزير وعملوا التعديل الوراثي. طيب هل هذا التعديل سينتج عنه انه لا جين، يعني نو جين خالص مش هيكون موجود معايا، ولا ده هيؤدي الى تكوينة اخرى احنا ليس البشر بعالمين بهذه التكوينة دي؟ ده ما لا نعرفه وما لا تنشره التجارب وما لا تتناوله ما يتناوله البحث العلمي. وبالتالي انت مش قادر توصل لحل، هل ده من الناحية البحثية ومن الناحية العلمية قابل للتطبيق ولا لا؟ ما هم حاولوا بقى يطبقوا، فالموضوع هو قدر ينجو بعد العملية شهرين تقريبا. هو ده تفسيرك ليها ايه بقى؟ هل الشهرين دول لم يحدث فيهم ان الكلية دي، لان هو ما عملش، كان مفروض ان هو يحلل الكلية ويشوف اللي مزروعة ويشوف هل حصل بها رفض او ولا ما فيش رفض فيها والتجربة بتاعتها، وهل نما جين اخر في هذه الكلية غير الجين اللي احنا كنا مصنفينه او قافلينه غير كذا، لازم يعالج النقطة دي بصورة علمية. هذا لم يحدث في اي خبر هم نشروه. تمام كده؟ تمام. اذا احنا هنقف عند الخبر فقط لا غير، ان الرجل مات بعد شهرين بعد زراعة الكلية من خنزير. تمام كده؟ اذا تمام. انا هنقول ايه؟ ان هي فشلت التجربة. طيب سؤال يا دكتور معلش. أيوة. طيب انا فهمت جدا وجهه نظر حضرتك ثيريتيكلي ونظر كل شيء، لكن يعني هل ده يغلق الباب امام العلم انه التجارب اللي زي دي ممكن تنجح مستقبلا؟ لا. ولا صعب؟ لا طبعا، انت ما فيش اي حاجه غريبه على البشر، حتى ربنا سبحانه وتعالى في سوره الرحمن بيقول لنا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. والسلطان هو العلم. تمام كده؟ طيب ما نيجي نقول ايه الخطوات الاسهل عشان البشر حتى يستفيدوا من الخطوات دي، وعلشان كمان الناس اللي بتسمعونا في داخل مصر ما نديلهمش امل فظيع قوي، ونقول لهم الخطوات الاولانيه او الحاجات المستقبليه لزراعه الكلى اللي ممكن تحل المشكله اياها. طيب هي المشكله جت منين؟ برضه لازم نشوف ليه احنا اتجهنا للخنزير كمصدر للكلى للبني ادمين. هي دي المشكله، لان هو حاول قبل كده وفشلت. مش لانه حاول قبل كده وفشل، ما احنا ممكن نجيب بشر ثاني. انا بتكلم على الكيس دي اللي هي الكيس بتاع تريتشارد ده، هو حاول زرع قبل كده وفشلت مرتين باين. ما هو ممكن يجيب كليه من متبرع اخر وثاني وثالث بعد فشل الكليه الاولى او الثانيه او الثالثه، ده بنعمله احنا، يعني احنا حتى بنعمله. لكن المشكله الرئيسيه عندنا على مستوى العالم هو ايه؟ ان عدد المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن اللي هو بيحتاج الى غسيل كلوي او زرع كلى معايا اكبر بكثير من المتاحين من المتبرعين، سواء متبرعين احياء من البشر او مفهوم. متبرعين متوفين. أيوه. تمام كده؟ تمام؟ تمام. طيب يبقى اذا لا، بدانا من هنا على مستوى العالم الناس تبحث في مصادر اخرى للتبرع. حلو؟ يبقى دي المشكله الرئيسيه. طيب قبل المشكله الرئيسيه في عندنا مشكلات كثيره في زرع الكلى. على سبيل المثال مرض السكر مثلا، وهو جزء اساسي. مفهوم. طب انا هسال لك يا دكتور، طبعا حضرتك طبعا يعني ده توسع في الموضوع، ممكن نتكلم على الحالات دي بشكل اعمق. احنا كنا عايزين نفهم الفكره المتعلقه بالنقل من الحيوان للانسان، ووضحت طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور بدير علي الدين الباز، استاذ جراحه المسالك البوليه وزراعه الكلى بجامعه المنصوره، والرئيس السابق لفريق زراعه الكلى بجامعه المنصوره. الدكتور بيقول وخلاصة الموضوع ان الموضوع صعب، ما نجحش لغاية دلوقتي، لكن هو نوز مين عارف ممكن في المستقبل ينجح العلم في فكرة الزراعة ونقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، وده هيحل كمان مشكلة كبيرة. فإن شاء الله يظل الأمل في البشرية منعقد على الخطوات دي مستقبلا بإذن الله. هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل ضيفة تعاطف معها كل جمهور، سواء كان جمهور نادي الزمالك أو جمهور رياضة في مصر. أنا بتكلم عن قائد فريق نادي الزمالك لكرة الطائرة ياسمين نوح، والفائزة بالبطولة الأفريقية، وإن شاء الله هترجع أو أعلنت رجوعها بعد الاعتزال عشان نشوفها في كأس العالم للأندية. إن شاء الله إن شاء الله تكون رجعت. بعد الفاصل أستقبل ياسمين نوح.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الخلاصه، وانا سعيد جدا بالفقره دي لان معانا بطله من طراز خاص، بطله استثنائيه في مسيره نادي الزمالك في كره الطايره، بلا 28 سنه مع القلعه البيضاء والنادي الابيض، وقدرت تشارك في تحقيق انجازات كبيره جدا لفريق الكره الطايره بالزمالك، اخرها الحصول على بطوله افريقيا بعد الفوز على الاهلي في ماتش صعب وفي عقر دار النادي الاهلي، مع اني اهلاوي لكن كان ماتش فعلا يستحقوه بجداره. انت ما قلتليش الموضوع ده. انا ما رضيتش اقول لك قبليها. فاسمحوا لنا نرحب مع حضراتكم بالبطله وقائد فريق كره الطايره بنادي الزمالك ياسمين نوح، منوره. نور حضرتك طبعا. والف الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بطوله افريقيا الماتش انا اتفرجت على حتت منه، يا نهار ابيض انت ازاي، كان ماتش صعب جدا 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 وفي عقر النادي الاهلي وفي صاله الجزيره، ده انجاز كبير والله، ده توفيق من ربنا طبعا. وعشان احنا كان في ثلاث بطولات قبلها ما خسرنا فيهم، فده كان احسن عوض من ربنا ان احنا نكسب اخر بطوله في الاهلي زي ما حضرتك بتقول. بس كان ماتش صعب صح؟ اجواءه ايه؟ احكي لنا احكي لنا كده الكواليس الماتش ده. هو كان صعب جدا، وكان كل حاجه حوالينا كانت مش جمهور جمهور وفي صاله الاهلي، وانا عارف صاله الجزيره دي، انا اهلاوي عارف بتبقى، واحنا داخلين دي جي 24 ساعه اهلي ثالثه شمال. واحنا طبعا داخلين، وطبعا كان في صعوبه ان الجمهور بتاعنا يدخل. كان الاول بيدخلوا اجزاء بسيطه رغم الجنب الثاني طبعا كان الصاله كانت مليانه. قصدي صاله الجزيره دي معروفه، بس الحمد لله في الاخر كسبنا وخدنا الكاس من صاله الجزيره. ايوه دي حقيقه، وعشان كده كان انجازكم انجاز مميز. وانا مش عايز ازعلك، بس الناس كتير قوي 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 زعلت، ولما شافتك وانت بتعيطي في بعد الفوز وانت بتحتفلوا بالبطوله، الناس زعلت قوي ان انت هتسيبيهم وتمشي. انت هتسيبيهم وتمشي ولا لا؟ بص انا اقول لك حاجه، هو طبعا مع احترامي الاستاذ محمد كشك انسان محترم جدا، دخلت معاه في مداخله قعد يضغط عليا ولازم تفضلي وكده، فرحت قلت له طبعا ووعدك وكده، بس انا اسفه انا مش هقدر اكمل. انا شايفه ان في ناس تانية ممكن تاخد الفرصه دي، عندنا ناشئين كويسين جدا والفرقه برضو لسه بتدعم، محتاجه تدعيمات عشان كاس العالم بطوله مش سهله. بس انا طبعا هفضل ادعم فرقتي، وهطلع طبعا معاهم على حسابي وادعمهم، انا مش محتاجه يعني ان انا هتروحي معاهم كاس عالم في الصين؟ طبعاً. كاس عالم للانديه طبعا طبعا على حسابي الخاص، وهبقى مع فرقتي ومش هسيبهم طبعا. اللحظه دي لحظه حلوه، هي يعني ختام جميل. بس دي كانت السنه اللي فاتت في تونس، كانت برضو بطوله افريقيا. دي كانت من اول بطوله افريقيه تدخل نادي الزمالك، والحمد لله انها دخلت. وتاني واحده السنه دي اللي كانت في الجزيره، بطولتين ورا بعض كبار يعني ماشيه، وانتوا دوميننت زي ما بيقولوا، مسيطرين على القاره الافريقيه. طبعا. بس يعني اقدر اقول ياسمين نوح اعتذرت فعلا، لانه بعض المواقع نشرت ان انت هترجعي تاني مع لا بص هي كانت احسن حاجه ليا ان انا اختم المسيره بتاعتي بتاعت 28 سنه في النادي الاهلي، وانا وانا رافع الكاس مديه للجمهور. ده كانت احسن حاجه اقدر اختم بيها طبعا، سنتين ورا بعض الحمد لله، ومش اي كاس. انطباع الفوز ده في نادي الزمالك كان عامل ازاي؟ لا ده كان كله فرحان، كله كان بيكلمنا. كان لا كان حاجه، كانت كمان اول بطوله تدخل السيزون ده، كان انتوا عملتوا كمان انتعاشه للفرق الثانيه. الحمد لله كسبنا يعني. وكان الناس كلها كانت فخورين بينا، وكان بقى مكافئات بقى طالعه وفلوسها وكل حاجه. دي لحظه مهمه. دي لحظه مهمه جدا. بصراحه كانت كل حاجه كانت كويسه من بعد ما كسبنا الحمد لله. زعلانه ان انت بطلتي؟ لا انا زعلانه، انا بص انا يعني تعبت قوي الفتره اللي فاتت، تعبت بقى يعني. عايزه ارجع. يعني زمان كنت عندك كام سنه؟ ست سنين لعبت، وقبل الست سنين انا خالته كانت بتلعب فولي برضو، وفاء اسماعيل حرم الله يرحمه، كابتن عزمي مجاهد. وبابا برضو نوح ادم لعيب كره قدم، كابتن شيكابالا. ايوه شيكابالا كان مبسوط بيكم جدا جدا جدا. بس قال لك ايه شيكابالا؟ مبروك. يعني كان مبروك. طبعا كان مبسوط طبعا، اديت لهم هم كمان دفعه الصراحه. طبعا. ايوه وكان لازم احتفل بطريقه كابتن شيكا عشان ده اسطوره بالنسبه لنا كلنا. ايوه
كنت بتقولي ان دخلتي وانت عندك 6 سنين؟ لا دخلت قبل ما العب بقى طبعا، انا تيتا كانت قدام النادي، فانا فانتوا ممكن تلاقيني كنت بلعب في النادي لو انا صغير. يعني انتوا العيله اصلا كلها ما شاء الله كمان. اخويا برده بيلعب كان بيلعب قدم في النادي دلوقتي بيمرن، وامير برده كان مدرب في النادي وكان بيلعب، الحمد لله يعني كل العيله بتاعتي زملكاويه ما شاء الله. طيب كمان جمهورك الزمالك كان عامل معاكم قلبان؟ لا الجمهور يعني ده في حته تانية. يعني انا يعني بصراحه كان المشهد ان انا اصلا الفرقه كلهم زعلانين مني، ما لحقوش اصلا يحتفلوا بالكاس، انا يا دوب عملت رقصه شيكا وطلعت اديتهم، ما كنتش عايزاهم يمشوا طبعا. مكسورين عشان هما جولنا في السوبر طبعا. وخسرنا مشوا طبعا متضايقين وكده، بس الحمد لله ان هما جولنا تاني وقدروا يرفعوا الكاس معانا، وده شيء جميل جدا. واحنا عارفين جمهور نادي الزمالك برضه عمره ما بيأثر الصراحه، جمهور وفي وكان معاكم في منتهى القوه رغم الصعوبات اللي انا عارفها، ولكن الحقيقه ما أثروش على طول في ظهرنا. طيب انت شايفه بقى ازاي الفرقه في الفتره القادمه وداخلين على كاس العالم للانديه، شايفه الفرص عامله ازاي؟ لا هو كاس العالم طبعا صعب جدا عشان بيبقى فيه احسن فرق في العالم، وطبعا الدوريات الثانيه، الدوري الايطالي، الدوري البرازيلي، الدوري التركي الدوري التركي، فيه دوريات تقيله قوي. بس ان شاء الله الفرقه تكمل تدعيمات ان شاء الله، وناخد مركز كويس ان شاء الله يعني على عايز اسالك كمان عن فريق الكره الطايره في نادي الزمالك وزمايلك في الفريق، مين اكتر واحده هتفتقديها؟ ايسل نديم. ايسل نديم على طول اسمكم بيتذكر سوا في كل اخبار اونلاين، هتلاقيكوا على طول مع بعض. وهي ان شاء الله هتشرفنا بعد شويه بمداخله، ده نادي الزمالك كمان واحتفالات بيكو. شيء مشرف جدا جدا طبعًا. جدا جدا طبعا. يعني مش بتشوف الصور دي وتقول لا انا هرجع؟ لا هو يعني الاحسن ان انا خلاص يعني ان انا يبقى ستوب دلوقتي، ان انا العب، ربنا يكرمني ان شاء الله افضل ورا النادي في اي حاجه طبعا. انت عندك طبعا اسره وعندك بنوته. عندي بنت ليليا، بنوته صح؟ فطبعا برضو التمرين، وانا عارف انتوا مش شايلين خدمه منها خالص. وانتوا مع طبعا اسره وهي في جريد 5 وامريكان، في الموضوع بالنسبه لي صعب. بتذاكر لها وكده؟ انا بذاكر لها، بس طبعا اللي على طول يعني متوليه الموضوع ده جده ليليا، مامتي الثانيه، وبابا او جد ليليا برضو، جد ناس محترمين جدا شايليني يعني بيعملوا لي كل حاجه. بنوجه لهم التحيه والليليا، بعت لها بوسات من ماما. انا سمعت ان ناس كتير قوي كلمتك عشان ترجعي صح؟ ايه المكالمه اللي مش هتنسيها؟ المكالمه، لا هي مش مكالمه، هي ليليا قعدت تتحايل عليا تقول لي، قلت لها ليليا انا لازم خلاص لازم ادي الفرصه لحد تاني، عشان احنا بنبقى 14 في سكور. أيوه. فانا خلاص عملت كل حاجه الحمد لله، لعبت مع المنتخب طبعا. ولعبت عملت كل حاجه. اخر سنتين يعني ما كنتش بشارك كتير بحكم ان انا يعني خلاص من بعد الصليبي كمان ما بقتش زي الاول. يعني ادي فرصه لناس تانية. ليلي قعدت تقولي لا يا مامي لازم تبقي موجوده، انا نفسي اروح. قلت لها انا هوديكي الصين في كاس العالم وكل حاجه واحنا معاهم، بس لازم ادي الفرصه للناشئين اللي عندنا. على طول بتتفرج عليكي وكده؟ طبعا. ليلي بتلعب في 9 سنين في نادي الزمالك كره طايره برضو. زمالك. اوكي. العيله كلها مع ان باباها اهلاوي، بس ما فيش الكلام ده. باباها اهلاوي، ده احنا نوجهه تحيه خاصه. ما فيش الكلام ده. طب احنا معانا ايسل نديم، لاعبه طبعا فريق كره طايره للسيدات دي الزمالك، وبنبارك لها الاول طبعا. اهلا بيك يا ايسل، منوره. اهلا بيك، مبارك ايه؟ الف الف مبروك، وادائك كان خطير، انا اتفرجت على اجزاء من الماتش، ماتش صعب بس انتوا كنتوا يعني وحوش، مش عايز اقوله ب 100 راجل بس كنتوا وحوش يعني. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. شايفه ازاي بقى الفريق بعد الفوز ببطوله افريقيه؟ طبعا هو انجاز كبير قوي، واول مره اصلا فريق مصري يتاهل كاس العالم، فدي بالنسبه لنا كان حافز كبير قوي ان احنا نكسب البطوله، بالذات ان كان اجواءها صعبه يعني في ارض الاهلي وجمهور الاهلي كان موجود، فكانت بطوله صعبه اصلا من اولها، ان كنا داخلين عارفين ان 90% هنقابل الاهلي في النهائي، فكنا بنحاول نحضر لده من اول البطوله يعني.
وسمعت كمان كان الموسم اصلا صعب وكان احيانا النادي الاهلي بيتصل ببعض اللاعبات وكده عشان انتقالات وكده. قصدي كان في برضه تشتت شويه وفي صعوبه في الموسم ده، صح؟ الموسم كان صعب بحكم ظروفه، يعني بحكم ان احنا ما كناش بادين احسن حاجه في الزمالك، ان احنا خسرنا الثلاث بطولات اللي احنا لعبناهم اللي هم سوبر ودوري وكاس، فكان بالنسبه لنا ان احنا لازم ننهي الموسم بشكل كويس، بالذات في بطوله افريقيا ان احنا نحافظ على اللقب، دي كانت بالنسبه لنا حاجه مش سهله خالص. طيب مش زعلانه ان انت رايحه كاس العالم للانديه من غير ياسمين؟ ياسمين معانا ايه؟ طبعا احنا كلنا متضايقين ان ياسمين خلاص اعتزلت، والله كلنا اتحايلنا عليها انها تكمل. ياسمين ليها اتحايلتوا عليها؟ ها؟ طبعا كلنا طبعا متضايقين من القرار ده. ياسمين صراحه كابتن فرقه جميل جدا، هي دايما بتاخد بالها من كل حاجه في الفرقه، يعني هي بتحاول دايما انها تريح اي لعيب معاها، سواء بقى عنده مشكله سواء في الملعب سواء بره الملعب، اصلا عنده مشكله بره البولي خالص. فبصراحه ياسمين انا متضايقه انك هتعتذري، ارجعي في القرار. ايه اكتر حاجه هتفتقديها في ياسمين جوه الملعب وبره الملعب؟ كل حاجه والله كل حاجه بجد، يعني ياسمين فعلا 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 كابتن فريق 28 سنه فايتر. ايوه الو. كملي. بقول لك ياسمين اصلا فايتر 28 سنه فايتر. طبعا طبعا، هي يعني من ساعه الصراحه ما انا جيت الفرقه وهي بتاخد بالها من كل التفاصيل اللي ممكن تيجي على بالك او ما تجيش على بالك. بتدي كل وقتها وكل حياتها للفرقه وللزمالك، يعني صراحه هي اصلا حب النادي عندها دي حاجه ما فيهاش نقاش خالص خالص خالص، فبتترجم ده لحاجات جوه الملعب. ايوه انا عارف كمان ان هي بتحب تدعم اللعيبه، وكان ليكوا وقفه كمان مع ميلكا، صح؟ ايوه كان ليكوا انتوا الاثنين وقفه مع ميلكا. ياسمين اتأثرت وهتفرفر من هنا. ياسمين طبعا زعلناها، بس احنا لازم نقول لها طبعا، بنقول لك ياسمين دي محبه الناس ليكي كبيره، وانا بسال كل الناس عليكي بيقولوا انت كنت قائد، يعني قائد حقيقي، وكل الناس كنت بتدعميهم، ومنهم حتى كان انتوا الاثنين كنتوا بتدعموا ملكة كمان، وكان ليكوا شغل كتير. انا اسف هتقولنا مناديل يا جماعه. طيب انا بشكرك جدا جدا يا ايسل، وبنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله. نعم سامعك اتفضلي. طيب خلاص ايسل مش معانا، بس معانا بقى حد عزيز بقى جدا 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 جدا، معانا ليليا. هاي ليليا. هاي. ازيك؟ الحمد لله. منوره. منورك. شايفه ماما معانا على التي في؟ اه. ايه رايك بقى؟ قوي. شفتيها وهي بتاخد كاس البطوله؟ انا كنت اصلا معاهم، كنت مبسوطه قوي، ولما قعدوا يقولوا ياسمين هي الواحده كنت مبسوطه قوي. ايوه صح، لما ادتهم الكاس. طبعا طبعا. كنت دايما بتتابعي ماما في الماتشات وكده؟ اه. انا سامع كمان ان انت بطله جايه في الطريق ان شاء الله. طيب قولي لي، ما زعلتيش لما عرفتي شويه ان ماما مش هتكمل؟ انا زعلت قوي، وكنت يعني متضايقه، بس في نفس الوقت مبسوطه ان مامي خلصت يعني بطلت، وهي ايوه مسؤولية كبيرة وتعبت هي سنين طويلة، صح؟ اه. احنا حاطين لك صورة كمان وانت بتشجعي ماما اهي. انت شبه ماما خالص كمان. صورة ليكي جميلة وانت بتشجعي، وعايزينك بقى تستمري في التشجيع. احنا رايحين بقى كأس العالم للأندية، فتشجعي بقى نادي الزمالك ان شاء الله وبقية الفرقة ان شاء الله. طب عايزه تقول لي ايه لماما؟ ماما معاكي اهي، قولي لها حاجه، حتى لو هتقولي لها حاجه في البيت ما عندناش مشكله. هجيب لك سماشي وانا جاي. ويعني ينفع تغيري كلامك بليز؟ كانت بتقول لك هجيب لك حاجه وانت جاي. هجيب لك موتي وانا جاي.
انا بشكرك طبعا يا ليليا، وبقول لك جود لك في التمرين وجود لك في 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 المدرسه. انت في جريد 5 صح؟ ربنا معاكي، وان شاء الله تقدري توازني ما بين الاثنين وتبقي بطله كبيره زي ماما. احنا فخورين جدا بمامتك، احنا فخورين جدا بيها وفخورين بيكي كمان، وان شاء الله تبقي زيها كده في يوم من الايام. باي باي يا قلبي. باي باي باي. طيب هنروح فاصل سريع وبعد كده نرجع نكمل معاكي في اخر جزء من الحلقه. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه منورانا ياسمين نوح قائد فريق نادي الزمالك للكره الطايره بعد تحقيقهم لانجاز كبير وحصولهم على بطوله افريقيا وختام مسيره حافله 28 سنه قضتهم في نادي الزمالك. بطولات كتير، ذكريات كتير حلوه، عيطناها شويه معلش، بس احنا فخورين جدا جدا بيها. انت هتتابعي ماتش الزمالك في الكونفدراليه صحيح؟ اه طبعا. توقعاتك ايه طيب؟ ان شاء الله هنكسب 3-1. 3-1 ان شاء الله. ماشي. بتروحي انت عادتها بتحبي تروحي اه بص انا بحب اروح، انا بحب فرقه الهاندبول جدا. جدا، وبحب برضو باسكت، بس الكوره بروح بس مش كتير عشان الاستاد. بس انت شيكابالا بس ان شاء الله لازم. لا ان شاء الله هروح ان شاء الله. طيب قبل ما اختم معاكي طبعا مسيره حافله، حابه تقولي ايه في بعد 28 سنه؟ طبعا دي حاجه مش سهله عليا خالص، بس طبعا الحمد لله، ودي سنة الحياة، وان شاء الله هيجي ناس تانية وهيحققوا بطولات اكتر، وان شاء الله نادي الزمالك هيفضل كبير. عندي سؤال بيسألوا في قيادتك للفريق، ازاي قدرتي ترجعيهم في الشوط الاخير لما كنتوا خسرانين ورجعتوا مره تانية؟ قلت لهم ايه؟ عملتوا ريمونتادا تاريخيه انتوا؟ والله هو طبعا بيقولوا ان انت كان ليكي دور كبير فيها. طبعا، بس طبعا الفضل الاول والاخير لكابتن احمد المدير الفني والجهاز كله. هو خلاص يعني احنا كان اخر يعني كان 19-14، كان 6 نقط والاهلي ياخد الجيم وخلاص بقى، يعني خلاص الجيم الرابع. الحمد لله الفرقه كانوا رجاله فعلا وكانوا بيلعبوا، يعني حتى ميتو انا شفت عندها حته شفتها فيهم كلهم، بس بالذات شفتها في ميتو عشان الفترة اللي فاتت كانت تعبانة جدا، ده الناس ما يعرفوهوش عشان كله كان بيقعد يقول مستواها ومش عارف. لا، هي ميتو كانت تعبانة، كانت بتيجي على نفسها، كانت متحاملة على نفسها جدا، وهي واحدة من أفضل لاعبات أفريقيا. هي أنا بالنسبة لي مش من أحسن واحدة في أفريقيا، أحسن واحدة في العالم. وميتو جالها عروض كتير طبعا، وأنا أتمنى إن ميتو تكمل في النادي وتفضل معانا، عشان هي بجد من الناس المهمة جدا في الفرقة، زيها زي ايسل، زي ندى مورجان، كلهم بصراحه مهمين وكلهم رجاله بطلات. وزيك ياسمين انت بطله كبيره، واحنا سعداء جدا بيكي وفخورين ان انت قدرتي تحققي كل الانجازات دي مع النادي، وكنت دايما مثال مشرف اخلاقيا وفي قيادتك للفريق وكمان على المستوى المهني ليكي طوال سنين طويله. فاحنا بنشكرك ان انت شرفتينا النهارده في الخلاصه، بنقول لك الف مبروك كمان البطولات اللي حققتيها، وبالذات اخر بطولة. ان شاء الله هنشوفك في المدرجات في كاس العالم للأندية وانت بتشجعي ان شاء الله، وكل التحية والتقدير. ميرسي لذوق حضرتك، نورتينا في الخلاصة. ميرسي لذوق كمان، بشكر حضراتكم. حلقتنا النهاردة كانت جميلة، واختمها كمان مع بطلة من عيار تقيل طبعا، ياسمين نوح، نورتنا في الخلاصة. ان شاء الله بكرة نشوفكم على الف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من الخلاصة.